بس بنص هاي الهوسه طلع واحد بهاي السنه يضحك من قهره. منو؟ اهلا بكم مشاهدينا باول حلقه من برنامج البشير شو. طبعا بعض الاصدقاء يسموه البشير شو. ايش وقت تسوون البروميشن مال البشير شو؟ رحمه الوالديكم اسمه البشير شو. البشير لان انا اسمي البشير والشو بوقت الاسم اساس احنا اجانا. ماشي تبقتها يعني ادري راح اصير رئيس في يوم من الايام. يعني انت انعرفت بهاي السنه؟ انا عرفت قبلها بس اكو ناس هواي انعرفت بهاي السنه والسنتين اللي وراها. منو؟ شقد وعلي لا طنين الان عندي صوله على قناص وريد وريد نجسس وفضلت راحت انا مقدم هاشم كل تعب هسه هم يطلع لنا مهند الامين العام لعصائب اهل الحق في الكلام مباشره على الهواء في هسه ليه زعل الخشبوق والله ما ادري هذا المسدس يعود الى المجرم المقتول عزة الدوري نحن عشاق الشهاده او النصر نقول لداعش مفاجاتنا الكبرى لكم هي جهنم وبئس المصير اليوم قمنا نصنع صواريخ القاهر غير القاهر بعد ما شفت اللي سووه جماعه نوري المالكي والمحتل ايش سووا بالعراق قلت اترحم انا على صدق واقع هذا الموضوع يهمنا بشكل اساسي تشكيلنا هو تشكيل جهادي واذا تشرب شاي بقلاص تعتبر مصدر في رحمه الوالدي يقضي عليهم تفريج طير فيهم في هذه المعركه في انا اسولفك بكازر اللي شفته عدم الخضوع والخنوع التعبر عنها في هذا التعبير الا بايدر وش قد صاروا خطوط حمر بعد ما تقدر تمشي لك خطوتين اذا ما تدوس لك على خط وكانت اكو ناس تقاتل صدق واكو ناس تروح تاخذ صور وبعدين اللي قاتلوا استشهدوا واللي اخذ صور باق جهودهم وحقوقهم وحتى قضيتهم